موجودة كده وعليها الكلام ده. سألت الولاد على الموقع، أنا الصفحة عندي صوتيات ومرئيات بس، بتنزل الخطب والدروس، لا برد على أسئلة ولا بكلم حد ولا بخش على النت، كل اللي بيحصل من التلامذة بيدخلوا الخطب بس. يا ولاد إيه ده؟ قال واحد عامل صفحة باسم حضرتك، بعتنا له وقلنا له اتق الله ولا تنتحل صفة الشيخ، من فضل الله يا أستاذ وائل كتب الصفحة لا يشرف عليها الشيخ، والصفحة بتاعتي كاتبين عليها هذه طيب. الصفحة طيب ايه ده؟ اهم حاجة لله، اهم حاجة جيت عند البراءة تقول لي طيب ايه دي البراءة لله، كونوا منصفين لله. الاتهام اللي وجه ليا براءتي اهي، هات يا ابني الكاميرا دي الصفحة اللي نشرت ما تخليش الناس تتعامل معانا بعد إذنك على انها بتشوف فيلم كوميدي. انت بتعمل فيلم كوميدي، هات يا ابني الصورة بعد اذنك، كبر الصورة على قد ما تقدر لو سمحت. دي الصفحة المزعومة باسمي كذبا وانا بريء منها، كاتب تحتيها الراجل الصفحة لا يشرف تحت صباعي، كبر بقى على قد ما تقدر اهو، كاتب لا يشرف عليها الدكتور محمود شعبان، دي صفحتي انا مكتوب عليها ان دي الصفحة الوحيدة التي تمثل الدكتور محمود شعبان. بناء عليه خدت الموظف اللي بيحقق معايا للنت قلت له يا ابني خش وانا كل يا اخي والله ستحاسب بين يدي الله، والله انا خصمك بين يدي الله، براءتي يا شيخ، كأنك عاوز اظهر براءتي، كأنك بتملك حيثيات احالتي الى الجحيم والى النار. انا ما قلتش نار، بقول انا توزع فكوك وفرنك، والله هتتسأل امام الله لو كانت نياتك الاساءة لمحمود شعبان وتلبس محمود شعبان قضية، هتتسأل البسك قضية عشان جيت عند البراءة. انت متهم قبل ما تجيلي هنا بقى، دي براءتي بقى، يعني انت وجهت دي براءتي، اتهامات من قبل ما تجيلي، دي براءتي، دي براءتي اهي، براءتي اهي يا استاذ وائل يا اهل مصر. يعني هم متهمينك عشان الصفحه رئيس جامعه الازهر كان معي، اتحدى وقال انه اتحدى ان ياتي فيديو لمحمود شعبان في تحريض في خطبه او درس، هيبان في مجلس تاديب اللي انت احلت ما فيش مجلس تاديب هيدبح محمود شعبان عشان انتوا شغالين الاستاذ يوسف الحسيني، بيقول سايبينه ليه؟ ماسك عليكم زله ولا ايه؟ ازاي ما يعتقلش؟ يعني 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 رئيس جامعه الازهر واساتذه اعضاء لجنه التاديب هيتاثر باعلان بعد اذن بيتاثروا بيريح دماغه، بدل ما تهاجموه يذبح محمود شعبان. اهو الورقتين اهو، الصفحه التي نسب الي ليست صفحتي. طيب خلينا اسال دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، لا حول ولا قوه، اكمل لله سياده الوزير، اهلا بك، بينت هذا للناس خلاص بقى، وبناء عليه وضعت الورقتين في التحقيق وقلت انا مستعد للمثول بين ايديكم.